ربنا لما جه يطلب من الإنسان ما طلبش غير وصية واحدة: يا ابني أعطيني قلبك، يا ابني أعطيني قلبك. اللي عايزه ربنا هو القلب، مش عايز غير كده، عايز الحب. إن كنت لا تحب الله فأنت لم تعرفه بعد. الرسالة المفرحة إنه هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد. الله يحبك من أجل محبته، بذل ذاته عنك، يريد منك أن تبادله الحب. وآدي كل الديانة المسيحية في دول: بمحبته يقول: تعالوا إلي يا جميع المتعبين والثقيل الأحمال وأنا أريحكم. أريحكم ليه؟ لأن بحبكم. محبوب هو اسمك يا رب، فهو طول النهار تلاوتي.